بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي الأعزاء، بإذن الله النهاردة هنتكلم عن ما أسميه أنا شخصيا رصاصة الرحمة في القانون المصري. يعني إيه رصاصة الرحمة؟ يعني إذا كان المدعي قد أعجزه الدليل عن إثبات دعواه، أو فقد المدعي عليه السند القانوني الذي يعتمد عليه في رد أو المطالبة برفض دعوى المدعي، فهل للخصوم أمل آخر في إثبات حقوقهما المتعلقة بالدعوى؟ القانون نظم هذه المسألة بإحدى وسائل الإثبات، وهي ما تسمى اليمين. واليمين لغة هي إخبار عن أمر مع الاستشهاد بالله تعالى على صدق الخبر. هذا من الناحية اللغوية. أما في القانون فاليمين يعني الاحتكام إلى ذمة الخصم في النزاع أو في جزء من النزاع. اليمين نظمها قانون الإثبات في المواد من 114 ل 130، 17 مادة تتحدث عن اليمين. اليمين عشان نقدر نحدده بالضبط أمام المحكمة، فيجب أن يحدد الخصم عايز تحلف خصمك اليمين، يبقى لازم يبقى تبقى الأمور بدقة، محدد بدقة الوقائع اللي عايزه يحلف عليها، اللي هو يريد استحلافه عليها. كمان لازم يذكر صيغة اليمين بعبارة واضحة، وللمحكمة أن تعدل الصيغة اللي بيعرضها الخصم عشان تضمن الوضوح والدقة بشأن الواقعة المطلوب الحلف عليها. اتفقنا أنه يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين للآخر عندما يعجز عن إيجاد الدليل في دعواه. طبعا دي نوع من المجازفة والمخاطرة بيضطر إليها الخصم عندما يعوزه أو لا يجد الدليل الذي يستند إليه في الدعوة. وهديك مثال واضح واقعي. رجل متزوج، هذا الرجل كتب أو معنى صح يعني جعل معظم أملاكه في دفاتر زوجته، كتب لها أرض، عمل لها، وضع لها فلوس كتير في دفاترها البنكية، وفجأة حدث خلاف بينهم، ففورا أبلغت الزوجة البنوك بمنع زوجها من التعامل، ولغت له التوكيل، كانت عامله له توكيل، وقالت له خلاص وسابت البيت وقالت هذه الأموال ملكي. هذا الزوج لم يجد دليل يستند إليه في دعواه إلا أن يوجه اليمين الحاسمة لهذه الزوجة بشأن الأموال التي كان يملكها ووضعها باسمها في الحسابات البنكية. طيب إذا الخصم طلب توجيه اليمين وتسمى اليمين الحاسمة، عايزين نتفق اللي بنتكلم عنه دلوقتي هي اليمين الحاسمة. وليه بنقول تحديدا اليمين الحاسمة؟ لأن في ما يسمى اليمين المتممة، هنتكلم عليها إن شاء الله في آخر المحاضرة. طيب إذا الخصم طلب توجيه اليمين الحاسمة لخصمه، هل يجب على المحكمة أن تستجيب لهذا الطلب؟ هنقول أن المحكمة ملزمة بالاستجابة، لأن اليمين هي ملك للخصم، هذه اليمين هي ملك للخصم، بس بشرط. المحكمة هتوافق على اليمين بس بشرط ألا يكون القصد من اليمين هو الكيدية أو التعسف. يعني إيه الكيدية أو التعسف؟ يعني أنا النهاردة الدعوة مرفوعة من زيد من الناس ضد عمرو. عمرو ده راجل عنده 80 سنة
وعنده زهايمر وبينسى، فأنا هستغل في عمرو كبر سنه ونسيانه وأقول أنا بوجه اليمين الحاسمة لهذا الرجل اللي أنا أثق تماما إنه هو مش فاكر ومش عارف وتركيزه ضعيف شوية لكنه سليم صحيح ومعافى. ففي الحالة دي المحكمة تقدر مثل هذا الظرف وترفض توجيه اليمين في مثل هذه الظروف، أو أننا نستغل في رجل أنه تقي وورع وشديد الالتزام الديني فنوجه له اليمين عشان نحطه في مأزق أو في حرج، فهذا برضو لا يجوز. ماذا لو وجه الخصم إلى خصم اليمين الحاسمة فرفض الخصم أن يحلف وطلب رد اليمين على خصمه؟ يعني قول قال للقاضي أنا هديك مثال عشان نوضح الجزئية دي، قال للقاضي أنا بوجه له اليمين إن هو استلم الإيجار في الخمس سنين اللي فاتوا، يحلف إن هو ما استلمش الإيجار في الخمس سنين. ده مين اللي بيقول؟ المستأجر. فرد المؤجر قال له لا أنا مش هحلف، احلف أنت. في الحالة دي يجوز هنا للمستأجر أن يحلف اليمين بأنه سدد الإيجار لهذا المؤجر وبالتالي يبقى كسب الدعوة. طيب في فرض كمان، لو أنه وجه اليمين، الخصم وجه اليمين إلى خصمه فرفض وسكت، يعني قال لا أنا مش هحلف، ولكنها ما ردش اليمين على خصمه، يعني ما قالوش احلف أنت. في هذه الحالة يعتبر قد خسر الدعوة. متى يوجه الخصم اليمين إلى خصمه فيرفض اليمين، الخصم بقى اللي المفروض ان هو يحلف رفض وطلب ان خصمه يحلف؟ في حالات ما ينفعش خصمه يحلف، زي ايه؟ هندي مثال لتوضيح المسألة. عندما يوجه الشفيع اليمين للمشتري في خصوص مقدار ثمن المبيع، يعني الشفيع شايف ان العقار اللي اتباع دون لواحد مش هو لواحد اخر ليس من الشفعاء كان بثمن بخس، ولكنه فيما بينهم كتبوا ثمن كبير ليعجزوه عن المطالبة بحق الشفعة. هنا لو الشفيع وجه للمشتري اليمين الحاسمة وقال له قول والله العظيم انت التمن اللي خدته قد كده، هنا لا يجوز للمشتري انه يرد اليمين على الشفيع، لان الشفيع ملوش علاقة بالتمن، التمن ده كان ما بين البائع والمشتري، وبالتالي في هذه الحالة لا يجوز رد اليمين على الخصم. وإذا لم يحلف ففي هذه الحالة يعتبر على طول خسر دعوة. ماذا لو وجه المدعي اليمين إلى المدعي عليه فالمدعي عليه نكل يعني رفض الحلف وأعاد أو رد اليمين على خصمه؟ في الحالة دي يجب على الخصم ان هو لو حلف كسب القضية، خصمه بقى هيكسب القضية لو حلف. طيب لو خصمه، وهديك مثال برضو رائع في الحتة دي، عدل صيغة اليمين، فهل يجوز له اعادة توجيهها للخصم مرة اخرى؟ يعني الف وجه اليمين الى ب، فب رفض اليمين وطلب ان الف هو اللي يحلف، فالف قال له طيب انا بحلفك بس بجزء تاني باضافة جديدة. هديك مثال للجزئية الظريفة دي، لو ان شخص عليه مبلغ من المال لشخص اخر فالدائن او المدعي وجه اليمين الى اللي عليه الفلوس او المدعي عليه، فرفض المدعي عليه ان يحلف
ورد اليمين على مين؟ على المدعي اللي هو الدائن أو صاحب الفلوس اللي بيطالب بالفلوس. في هذه الحالة لو أن صاحب الفلوس رد عليه قال له طيب تعالى نحسب مع بعض المقاصة اللي حصلت بيني وبينك في شأن هذا الموضوع، ففي هذه الحالة لو أن هناك مقاصة فيما بينهم، فيبقى اللي عرض موضوع المقاصة ده اعترف بأن أن هناك أصلا دين، ولكن الحلف هيبقى على حدوث مقاصة في هذا الأمر. طبعا نتفق على أنه لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أمر يخالف النظام العام زي تأجير منزل الأمار أو الدعارة أو إثبات النسب، ده كله ما ينفعش فيه توجيه اليمين الحاسمة. برضو لا يجوز توجيه اليمين الحاسمة لأمر يتعلق بدليل في الدعوة، بل يجب أن يتعلق بجوهر النزاع كله أو في جزء من جوهر النزاع. برضو من الحاجات الجميلة قوي في موضوع اليمين أنه يجوز توجيه اليمين الحاسمة في أي مرحلة من مراحل الدعوة، لدرجة أنه ممكن قبل حجز دعوة الحكم الخصم يكتب في المذكرة الختامية أنه أصليا بيطلب كذا واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة، وعلى المحكمة أن تنظر في هذا الطلب الجوهري. طيب هل يجوز توجيه اليمين في الاستئناف؟ نعم يجوز توجيه اليمين حتى ولو كانت الدعوة في الاستئناف. عايزين نقول انه لو ان امر اليمين حسم امام محكمة اول درجة، يعني واحد حلف من الاثنين، خلاص اتحسم النزاع بهذا الحلف ولا يجوز الاستئناف. في جزئية في الواقع مهمة جدا، ماذا لو ثبت كذب الحالف بهذا اليمين وثبت هذا بحكم جنائي نهائي، يعني بعد ما حلف وكسب القضية ثبت صدور حكم جنائي نهائي بكذب هذا الحالف، في الحالة دي يجوز بقى للخصم أن يستأنف الحكم إذا كان جائزا، إذا كان خلال المدة القانونية، ولو يرفع دعوة بالتعويض، ولو التماس إعادة النظر إن توافرت شروطه. نقدر نلخص الكلام ده فإن في قاعدة كما نصت المادة 118 بأنه كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه خسر دعواه، وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه. دي باختصار مفهوم اليمين الحاسمة. هنشرح بسرعة اليمين المتممة. هناك فرق كبير بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة. اليمين المتممة دي وسيلة جوازية للقاضي له أن يستخدمها بسلطته التقديرية ويوجهها إلى المدعي أو المدعي عليه إذا كانت أدلة الدعوة أمامه غير كافية، وأراد باليمين المتممة استقصاء الحقيقة. طبعا اليمين المتممة لا تكون لها حجية أمام القاضي، وهو نفسه يستطيع أن هو رغم حلف اليمين أن يأخذ بيها أو لا يأخذ. كمان هذه اليمين غير ملزمة في الاستئناف، يعني الاستئناف عادي جدا ممكن يهدر قيمة هذه الحلف أو قيمة هذا الحلف أو هذا اليمين. إيه الفرق بقى بين اليمين الحاسمة واليمين المتممة؟ اليمين الحاسمة دي ملك للخصم، أما اليمين المتممة فهي ملك المين؟ للقاضي. اليمين الحاسمة مقيدة للقاضي إذا قبل الخصم حلفها، أما المتممة يجوز للقاضي العدول عنها متى وجد في أدلة الدعوة ما يغني عنها. في اليمين الحاسمة بتجعل النزاع نهائي والحكم
نهائي ولا يجوز استئنافه. يعني بعد الحلف خلاص أنا احتكمت لذمة وضمير خصمي، فإذا حلف فقد كسب الدعوة ولا أملك حتى حق الاستئناف فيها. أما في اليمين المتممة فهي مجرد أمر القاضي بيستعين به في مجال الإثبات. طيب اليمين الحاسمة دي بتتم إزاي؟ ده القاضي بيطلع بيها حكم تمهيدي. طيب ماذا لو امتنع الخصم الذي وجهت إليه اليمين على الحضور؟ يعني بعتنا نقول له تعالى المحكمة قررت أو حكمت بأنك تحلف اليمين، تقول أحلف على كذا وكذا وكذا، فهل هنا هذا الشخص لازم نعلنه؟ طبعا اللي هو الخصم اللي هيجي يحلف. طيب لو امتنع الخصم ده عن الحضور يعتبر ناكلا عن اليمين وكأنه قد خسر الدعوة برفضه الحضور والحلف. طيب لو أن من وجهت إليه اليمين يعني لديه عذر يمنعه من الحضور أمام المحكمة، قانون نظم الحتة دي وقال لك في الحالة دي يجوز للمحكمة أن تنتقل إلى هذا الشخص أو إلى هذا الخصم في بيته أو تندب أحد قضاتها لتحليفه اليمين. طيب هنقول طب هل يجوز توجيه اليمين لأي صاحب ديانة؟ يعني هنقول توجيه اليمين للمسلم، هل يجوز توجيه اليمين للمسيحي أو اليهودي أو البوذي أو أي صاحب ديانة أو أي مذهب ديني؟ نعم يجوز، باللغة أو بالأسلوب أو بلغة دينه اللي معتاد بها أنه هو يحلف بها بالله. طيب ماذا لو كان من سنوجه إليه اليمين أخرس؟ لو أخرس أبكم ما بيتكلمش، هنا بيعتد بإشاراته المتعارف عليها. طيب لو بيعرف يقرأ ويكتب، يكتب بقى هنا يكتب اليمين اللي احنا القاضي يقول له عليه، يقول كاتب اليمين وكأنه قد حلف بالنطق. عايز اختتم الحتة دي بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني إيه؟ يعني معنى كده أن من أكبر الكبائر قول الزور، وبالتالي يبقى الشهادة دي شيء عظيم جدا. فلو احتكم الخصم إلى ذمة وضمير خصمه فإنه بذلك مفترض إن هو يطمئن تماما إلى أنه إما أن يكون صاحب حق وإما أن يكون مدعي بالباطل.